مرحبا. الذي أنطق الحجر وأبكى السوريين، الفنان العالمي نزار علي بدر. تحياتي. تحياتي مساك بالخير. أهلا بك ضيف عزيز الإخبارية السورية. الله يسلمك يا رب، خليني إياك يا رب. لوحة الهجرة التي أبكت الجميع وأنطقت الحجر، وأنت دائما تنطق الحجر. طبعا. شو الرسالة اللي حاولت توصلها للعالم؟ هي رسالة الفقراء، رسالة الناس اللي تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب والقمع والفقر، نتيجة هالناس اللي قدموا القادمين من الخارج اللي دمروا هالبلد وحرضوا هالشعب. سوريا كانت ربيع أخضر، حولوها إلى ليل مظلم، وسترجع بهمة جنود جيشنا العظيم ربيع دائم. تسلم يا ربيع حبيب القلب. يعني أنا بدي أقول لك الله يمد بعمرك ويطول بعمرك. تسلم يا ربيع. اليوم أنا بفتخر في عندنا بسوريا حجارة صافون وجبل صافون اللي هو أنت. تسلم يا حبيبي. شكرا لك. الله يخليني إياك يا رب. شكرا. جبل صافون السوري.